السلام عليكم الاخوان اخوات، مرحبا بكم اخوتي في هذا الفيديو الجديد. وكان جديد ديال اليوم الاحد، نهار الاحد اللي غنمشي في الاوتيل اوبستاكل بريمارك انتوني دي بار مع الثالثة والرابعة لي سي دريس هانديكاب ديفيزي ريفيرونس تاعي 95,000 اورو 3916 عاود كازون كور داكوش. هادي غدا ليستيد، هادي كورس غتمشي ليستيد، غتكون شوية خايبة. وغادي نشوفو خوتي هنايا كاينين ربعة ثلاثة ديال الخيول في البياج، ربعة ثلاثة خمسة سيكونت شونس، كاينة ستة تلطاش سبعة حداش جوج، وكاين الواحد وتسعود وطناش وربعطاش وعشرة وثمانية وستاش وخمسطاش. جوردن ويتش رقم 11 هو الديرنيير مينيت، وكاين البيناليزاسيون عند الواحد والتسعود والتلتاش والتمنية. الواحد تربح كانيو على النمرة 14 في الكانتي، كان دخل ب55 في الكوت، والناف كان عنده لاكان ديالو قديم، كان تغلب على الرقم 3 في الهيف 3600، والطريز كان جاي دابا حاليا ربح الهونديكاب دوزيام بروف زادوا 3 كيلو، والويت ناقص 2 كيلو. شونجمون ديال لونترينور عند 8 كان ديال جوز باريز، ودابا تيتريني به يانيك بوان. بروميير هانديكاب عند 2 وعند 12، هادو هما لي بروميير هانديكاب. لا لين هي اللي غادي ناخذ الخوت، لا لين غادي ناخذ واحد 6 ديال الخيول. غيبقى لكم فقط شكون اللي غيطلع في البيش. المهم اخوتي كاين 13 غانيو و 11 تروازيام، وكاين الواحد غانيو و 3 دوزيام و 4 تروازيام و 7 كاتريام و 6 5يام و 10 13يام. هنا في 3600 كان 11 تروازيام و 4 6يام و 5 طومبي، وهنايا في 100,000 اورو 3600 تريسوبل كان 6 دراب غانيو والويت نافيه. الا شفنا هاد لا كورس هادي ربما غنلقاو فيها واحد شويه ديال كما كنشوفوا. السيس كان مشى ب 63 كيلو، كان مشى ب 63 كيلو، كان دار غانيو وكان الرقم 8 كان دار نافيه. الا شفنا الرقم 8 بشحال مشى، غنلقاو ب 70 كيلو، كان مشى ب 15 في الكوط، يعني 100,000 اورو ومشى ب 70 كيلو، يعني مشى على نمره 1 في 100,000 اورو في الريفيرونس ديال تسعود. تسعود غدا الريفيرونس زائد تسعود. هذا يدل على ان هاد الخيول هادو بكل صراحة يقدروا يطلعوا بجوج، يقدروا يطلعوا بجوج. انا غادي ناخد جوج ديال الخيول ونخلي لكم الاخوان لكم اختيار في هاد لي تروا فافوري. وحيت انا لا جيت حيدت، غادي نحيد عاود من تما اقرب للواقع الربعة والخمسة، الربعة ولا الخمسة. التروا بان ليا ضرب اوتسايدر ما نقدرش ناخذو. لا شفنا هنايا هاد الكاتيجوري هادي، غادي ناخذو مثلا، غادي ناخذو هنا، غادي ناخذو الاونز، الاونز تروازيان مع التريس كانيو. وهنايا هو اللي كان ربح على نمرة 14 كما كنشوفو، نمرة 14 كان مشى ب 55 كيلو، 55 في الكوط، وكان الويت كان دار دوزيام، و الكات و السانك و السات كان واحد دار تروازيام واحد كاتريام واحد سانكيام، وكان رقم 10 كان دار نو بلاسي. وكما كنشوفو الكانتي اللي كان جا كحل في لي زوتسايدر 14 ويت، كان عندنا هاد الكاتورز، كان عندنا هاد الكاتورز وهضرنا عليه في اللايف، ولكن ما كانش عندنا داك الويت لانه كان بيناليزي، كان بيناليزي كما كنشوفو 14 ويت، يعني الويت هو اللي كان خاصنا في البرونوستيك ديالنا. وكان دار دوزيام، هو اللي كان جا رابحهم، كان رابحهم في ولود البيناليزاسيون ما لعبناش. يا هادي غانيو ديالو في 95,000 اورو في 3600، كان مشى بوحدو، كان مشى 62 ودخل ب 38. لهذا غادي ناخذ شي حاجه من هنايا. انا في الاعتقاد ديالي الربعه والخمسه والسته، ولا الربعه الربعه والسبعه والسته، وناخذ من هنايا الخمسه اللي دار طومبي والونز، وناخذ ويت ويت سيس ويت سيس.
اللي غادي نزيدو اخوان، اللي غادي نزيدو غنمشيو عند واحد العود اللي كان تيتغلب على الرقم 3، هو الرقم 9. الرقم 9 هاد العود، هاد العود كيتغلب عليه، ربحو في شهر 5 تقريبا، وكان ربحو بسهولة كما كتشوفوا، كانيو 3 ايام، بما انه هذا جدة دا لا فيكتوار ديالو في ليو، ودار 2 ايام جاي له هذا. هما غالبا كيقلبوا على داك الخيول تيشاركوها مع هادو، باش كتكون لا سوربريز كاينه في الكانتي. لا سوربريز خاصها تكون في الكانتي، هذا هو اللي ضربهم، وكان ضربهم بواحد لا ديستانس اللي هي طويله كما كتشوفوا، كان ربحهم. يعني طروا كان دار نو طروازيام بلاس، يعني بعيد طروازيام ديالو بعيد، ولكن الرقم 9 كان ربح واحد لا ديستانس اللي هي كبيره. كنتمنى البرونوستيك تكون في المحل ديالها كما كنشوفوا هنايا. هذه كاتيجوري ماشي شي كاتيجوري اللي هي عاليه، وانما كنشوف ان الطروه اللي غدا جايبينها مرشح يعني تغلب على الرقم 9، وكان دار له هذه الحاله تقريبا نفس البوا، باش غادي لا ديستانس مبدله ما غتاثرش على لا ديستانس. وغادي نمشيو عند اخر عود، العود اللي كيبان لي احسن كرونو عنده في 3600، هو الرقم 2 سانتو دومينغو، ولكن تشونج مود عنده بروميير هونديكاب، وعنده واحد لا رونتري، ودابا غدا 3900. جميع الخيول غدير اول مره 3900 في اوتيل. يعني هاد سيلفيان ديهيز عنده 2 ديال الخيول، عنده شارون رقم راكب على 2، وكوفونيك تا هو راكب على الرقم 3. الرقم 3 دار لا سوربريز، دار 2 خطرات في الاعتقاد ديالي ما كنتوقعوش والله اعلم. سانتو دومينغو العود اللي داير احسن كرونو مع في ليستي دريس، كان دار واحد الكرونو ديال 4 دقائق 22، عكس هاد الخيول اللي كيجريو في الكانتي داروا 4 دقائق 30 و32 واكثر. المهم هاد العود عنده لا رونتري شهر 6، ولكن ممكن هاد العود ممكن يطلع ليهم هاد العود، انه 4 ايام مع لي كاتر برومي، عود في المستوى الاول. ترشحوا انا الى ما كانتش الا كان تيتريني هذا العود، غادي نرشحو مشى 69 دار 4 ايام بلاس، مع واحد الكاتيجوري اللي هي تنقولوا تتكون صعيبه هاد الكاتيجوري هذه، وكان 4 ايام يعني ماشي بعيد، يعني هو مول الكحل والاحمر، يعني تنقيز الاخرى ديالو معاهم. وهاد الكاتيجوري واعره بزاف، تقاتل معاهم في لاريفي، وكان غيدير 3 ايام مي ردوه 4 ايام بلاس، ولكن عنده واحد لا رونتري تيبقى الا كان تيتريني العود راه غادي بلاصي بواحد النسبه ليا كبيره. الكرونو ديالها 4 دقائق 22، يعني مشات حراقيه الكورسه، ولا مشينا للكرونو ديال مثلا ديال الواحد، غادي نلقاو الكرونو ديالو تنظن على ما اظن الكرونو شويه ضعيف، 34 يعني كرونو ضعيف على الرقم 2. وتنظن ان الجوج جابوه ما بين الطروه اللي ربحوا، تنظن الجوج هو اللي خصو يطلع. غادي نعاود البرونوستيك اخوان، غادي ناخذ من نمره صغيره لنمره كبيره، ناخذ الجوج والربعه والخمسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعود، واخر عود هو جولدن ويت هو الرقم 11. هادو هما اللي عندي الخوت، اولا غنديروا واحد القضيه، غنحيدوا ديك 4 5، غيبقاو لينا 6 ديال الخيل. غادي ناخذوا 6 والسات والويت والناف والاونس، دو والسيس والسات والويت والناف والاونس، 6 ديال الخيل هادو هما اللي عندي، وغتزيدوهم شي حاجه كاينه هنا، وهادشي اللي عندي الخوت. 6 ديال الخيل زائد يما 4 يما 3 يما 5 يما 2 الخيل تما. هادشي اخوتي اللي كاين، ساعتكم سعيده ومع السلامه.